مشاهدينا الكرام، أحييكم أطيب التحايا أينما كنتم، وها هو اللقاء يتجدد معكم في حلقة جديدة من برنامج أهل المدينة، فابقوا معنا. تشاهدون في هذه الحلقة: تعافي المشهد الثقافي أمل مرهون بوجود الدولة، جرائم الحرب في اليمن، تحقيقات موثقة وعدالة مفقودة، فنان مسرحي عرف بحب الخير ومساعدة المحتاجين. مشاهدينا الكرام، العديد من الأخبار والفعاليات والأنشطة تحدث خلال الأسبوع، نختار لكم أفضلها لنعرضها في هذه الفقرة. دشن القائم بأعمال محافظة عدن أمين عام المجلس المحلي بدر معاون مشروع تشغيل الطاقة الشمسية في عدد من المدارس والمراكز الصحية بالمحافظة بتمويل من البنك الدولي، ويتضمن المشروع تركيب أنظمة طاقة بديلة متكاملة ل 24 مدرسة وثمانية مراكز صحية في عدد من مديريات محافظة عدن، إلى جانب تركيب مولدات كهربائية لتلك المراكز الصحية. قال مدير عام المؤسسة المحلية للمياه بعدن المهندس فتحي السقاف إن مديونية المؤسسة لدى المستهلكين تجاوزت 22 مليار ريال، وأوضح السقاف خلال ورشة عمل خاصة بالمياه إن المديونية المهولة للمؤسسة بالإضافة إلى أعمال الربط العشوائي والتوسع العمراني والازدحام السكاني أدت جميعها إلى إضعاف خدمات المؤسسة التي تغطي 85% من مساحة عدن. ناقش لقاء صحي بالعاصمة المؤقتة عدن الاحتياجات التشغيلية والتطويرية لسير العمل في مستشفى الجمهورية والصداقة خلال الفترة المقبلة. اللقاء الذي عقد بحضور مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في عدن الدكتورة نهى محمود استعرض احتياجات مستشفى الجمهورية ومستشفى الصداقة بهدف تشغيلهما بأحدث الطرق العلمية وتأهيل كوادرهما الصحية عبر كلية الطب بجامعة عدن. ناقشت ورشة عمل وطنية في عدن المخاطر البيئية المهددة للحياة البحرية في خليج عدن والبحر الأحمر. الورشة شارك فيها وعلى مدى أيام 25 مشاركاً من العاملين في الشؤون البحرية وحماية البيئة ومركز الأبحاث بجامعة عدن ومنظمات المجتمع المدني، وهدفت إلى رفع القدرات الإدارية والوعي في الحفاظ على البيئة البحرية في السواحل اليمنية. إذا ما كانت الثقافة ترسم وتحدد هوية الشعوب والبلدان، فكيف تبدو الهوية في ظل التدهور الثقافي الملحوظ بشكل كبير؟ عام جديد للحرب يلقي بظلاله على المشهد اليمني المنهك إجمالاً بالتشظي وتردي الأحوال الاقتصادية والسياسية والثقافية. الحركة الثقافية في البلاد بشكل عام تعرضت الحقيقة إلى انتكاسة كبيرة بسبب أوضاع الحرب الذي دارت في البلاد، ولا يخفى أنه القطاع الثقافي طبعا تضرر أسوة بكثير من القطاعات، وأصبح كثير من العاملين في القطاع هذا يعانون من كثير من الإشكالات، لكن احنا نأمل بأن يكون هناك مستقبل أكبر يعني في هذا الخصوص. أسباب غلاء المعيشة والوضع والرواتب، تأخير الرواتب للناس، وهذا يعني خلاص بعد التام للناس في الحركة الثقافية، يعني الناس أكثر أشغالهم الآن بالغلاء، ارتفاع هذا أو بتلب الحرب الدائرة في داخل اليمن وخارج اليمن. رغم محاولات إنقاذ المشهد الثقافي وزحزحة كتلة الحرب ببعض الأنشطة الثقافية خلال النصف الأخير من العام المنصرم، إلا أنها ظلت محدودة الدور، ضعيفة التأثير كما يرى مثقفون. أحس أن الحركة الثقافية بدأت تتطور بعد أن أصابت بركود لمدة أعوام، وخاصة في المجال الفني باعتبار أن الفن جزء من الثقافة. الحركة الثقافية الآن بعد 2005 تدهور بشكل ملحوظ بسبب الوضع السياسي وحال المعيشة عند أغلب الناس.
تعطيل المؤسسات الثقافية الرسمية في مناطق الصراع وغياب تفعيلها في المناطق المحررة أحدث فجوة عميقة في المنظومة الثقافية للبلاد. بصراحة القطاع الثقافي بحاجة إلى الكثير من الدعم، سواء المعنوي أو الدعم المادي أو الدعم المال، أي قطاع حتى أنه يتمكن من النهوض في مستواه. تحتاج الثقافة إلى أشخاص يكون على دراية وعلم في مجال الثقافة، في مجال الاقتصاد بشكل أساسي. فإذا كان موجودين بهذا بشكل كبير من الخبرات العلمية في داخل البلاد، فإن شاء الله تكون، ليش لا، فيكون في مردود، في رد فعل يعني لهذا الأعمال. تعقيدات وتحديات كبيرة تقف أمام تنشيط واستعادة المشهد الثقافي اليمني، لا سيما في ظل انهيار البنية التحتية وتوقف مجالات الدعم والرعاية وانعدام الاستقرار وغياب الدولة. نرحب اليوم بالأستاذ رضوان علي بن علي المخاوي، مدير مكتب الثقافة في مديرية التواهي محافظة عدن. أهلا ومرحبا بك اليوم معنا أستاذ رضوان. بداية، لو تضعنا أمام المشهد الثقافي في اليمن بشكل عام وعدن بشكل خاص. بالبدء أشكر حضوركم ومرحبا بكم في مديرية التواهي. بالنسبة للمشهد الثقافي بالذات من بعد الحرب، للأسف ونقولها بمرارة وحرقة، إنه همش كثيراً في محافظة عدن بشكل عام نتيجة لمشاكل الحرب واهتمام القيادات انحصر في الجانب السياسي والعسكري فقط. لذلك يعني أقولها بكل صدق إنه المشهد الثقافي في محافظة عدن همش كثيراً. نتحدث عن مظاهر التهميش، كيف هي هذه المظاهر؟ من أي نوع؟ المشهد الثقافي حصر في الفعاليات الوطنية فقط، وهذا ما نخشاه. وزارة الثقافة لم تعد تهتم بالمبدع الثقافي. لدينا كادر مهول ورائع جدا، وبالذات من الشباب والشابات، في الجانب الثقافي الفني الإبداعي، الشعر، الغناء، الفن التشكيلي، لكن انحصر اهتمامهم فقط في المناسبات الوطنية، وهذا ما أدى بالتالي إلى تهميش دور الثقافة وحصرها. الثقافة مجالات شتى، ليس هي مجرد حفلة غنائية تقام أو مناسبة وطنية فقط، هي مجالات شتى وإبداعية. أين القصص؟ أين الشعر؟ أين الأمسيات الشعرية الجميلة اللي كانت عدن تتغنى بها؟ لم نجد هذا. في رأيكم أستاذ رضوان، هل استطاع المثقف اليمني والمثقف العدني والمبدع أن يكسر شيئاً من هذه الظروف الصعبة ويتحدى الصعوبات ويبرز ما لديه من ثقافة ومن إبداع؟ نعم، أنا يعني أستغل فرصة في برنامجكم هذا أوجه تحية للشباب المبدع، لأنه لولاهم كان فقدنا الثقافة بالكامل. هناك جوانب إبداعية ثقافية نجدها بين حين وآخر من مجموعة من الشباب، مثلا المبدع عمرو خالد، لو تذكرون الفيلم 10 أيام بعد الزفة، ماذا عمل من ضجة ليس في محافظة عدن ولكن في الجمهورية وغيرها، عمرو جمال، يعني ضجة كبيرة، عمل مجرد عمل تفوق على لغات السلاح، تفوق على المشاكل اللي كنا نعاني منها جميعا، مشاكل سياسية وعسكرية، مجرد فيلم تفوق. فما بالك لو استمر هذا، لو أعطيت الفرصة لهؤلاء الشباب المبدعين. مجموعة أغاني كانت هنا وهناك، فيديو كليبات بسيطة من مجموعة من الشباب بجهد ذاتي عملت طفرة. يعني هنا نتمنى أن يتم الاهتمام بهؤلاء، تعود هذه الثقافة. ماذا عن المؤسسات الثقافية المختلفة الموجودة؟ هل مارست مهامها بالشكل المفترض، أم أن هناك بعض الصعوبات والعراقيل؟ للأسف الرسمية منها لم تعد تمارس ما هو المطلوب منها، أنطوت على نفسها في زاوية وهمشت الباقي. يعني أقولها بصدق وأمانة، لم نعد نرى وزارة الثقافة، لم نقدر على الوزير بسبب المشاكل اللي تمر بها طبعا الوطن بشكل عام وعدن بشكل خاص.
فقدنا الاهتمام من المؤسسات الحكومية في الداد، فقدنا الاهتمام، وهذا شيء يؤسف عليه. نرجو منهم إعادة التصور للثقافة، التصور للثقافة والنزول يعني تلمس هموم المبدعين المثقفين. نحن هنا في مبنى المرسم الحر، هذا المبنى هو صرح ثقافي في محافظة عدن يلم جميع المبدعين التشكيليين في الجمهورية، يقيمت فيه معارض كثير من الخمسينيات حتى يومنا هذا. هم إيش الآن؟ لا يوجد لهم موازنة تشغيلية، شباب يشتغلون بجهد ذاتي. يعني نتمنى أن يعاد النظر في هذه الأمور. هذا فقط نموذج، نحن في مديرية التواي معنا مناطق أثرية جميلة جداً في التواي وغير التواي، معنا ساعة بيج بن في التواي، معنا رصيف السوا، معنا منتزه، معنا خليج الفيل في جولدمور، ساحل جولدمور، في كريتر قرعة صيرة، الصهاري. أين مهرجان الصهاري؟ كان يقام سنوياً، كان يعني شيء جميل رائع جداً. الآن الاهتمام كله في الجانب السياسي، وتناسوا أن الجانب الثقافي هو الذي ينتشر للجانب السياسي. تردي المشهد الثقافي بشكل عام كيف يعود على الوطن والمواطن أستاذ رضوان؟ يعود عليه بشكل سلبي جدا، لأنه كما تعلمون ويعلم الجميع عدن كانت هي منبر للثقافة، كانت صرح، كان علم من أعلام الثقافة، ليس في اليمن فقط، في الجزيرة. يعني خرجت من عدن فنانين في الخليج وغير الخليج، بدأوا من عدن، والغنية اليمنية أو العدنية طغت العالم. أين هي الآن؟ لم نسمع شيئا هنا بسبب تردي، أو يعني نستطيع أن نقول سوء استخدام إداري. السبب تكمن المشكلة في سوء الاستخدام الإداري للمشهد الثقافي وتوظيفه في إظهار الثقافة وعادة من جديد. نحن نقول الحرب، مشاكل الحرب، الأوضاع السياسية تأخذ جانب. ما في في مصر الثورات المصرية كلها، كان إذا بنذكر عبد الحليم حافظ والموجي والطويل كانوا أثناء فترة الحرب مقيمين في الاستديو، واحد يكتب، واحد يلحن، واحد يغني. ما تبدو المشكلة ما دام وجدت النية لانتشار الثقافة ووضع تصور مستقبلي ثابت، صدقنا سوف تظهر الثقافة بشكل أجمل، سوف تعود عدن للواجهتها التي تستحقها. التعافي وإن كان بشكل طفيف الذي يشهده المشهد الثقافي بشكل عام في الفترة الأخيرة، هل لوزارة الثقافة أي يد فيه؟ نوعاً ما، لأنه معظم الأعمال الثقافية اللي هي الطفرة كانت بجهود ذاتية من شباب ومن مجموعات أفراد. حاولت وزارة الثقافة ممثلة في صندوق التراث دعم بعضها، وكان هناك في مسرحيات، في مسرح حافون، وقيمات فعاليات، ولكن لا ترتقي للطموح اللي نحن نتمناه والكل نتمناه، لا ترتقي لاسم عدن. كيف يبدو الوضع الثقافي في مديرية التواهي؟ حقيقة نحن في التواهي نمثل جانب أفضل من بقية المديريات، بحكم أنه في تعاون من الأستاذ عبد الحميد مدير عام المديرية والأمين العام سعيد شيباني، وهذا اللي ترونه الآن هو أحد هذه الدعم، كان لأحد الشباب لإقامة هذا المعرض. العام الماضي عملنا معرض فن تشكيلي رائع جداً، شارك فيه أكثر من 40 فنان تشكيلي، فنان وفنانة تشكيليين، وأقيم على رصيف السواح في الهواء الطلق، وعمل ضجة هذا المعرض كونه أتى في وقت كان هناك يعني فق تماماً للعمل الثقافي، فكانت واجهة رائعة جداً، وهذا كله بدعم من السلطة المحلية في مديرية التواي ممثلة بالأستاذ عبد الحميد الشعيبي مدير عام مديرية التواي، إضافة إلى اهتمامه المباشر بالمعالم الأثرية. ماذا عن وضع المثقفين أستاذ رضوان، وخاصة المثقفين القدامى الذين يعني قدموا الكثير للثقافة ولعدن كذلك واليمن بشكل عام؟ الوضع المثقفين في عدن وفي الذات
المخضرمين والمثقفين مهمشين جدا. يعني تعودنا أن يتم تكريمهم بعد وفاتهم، إلا ما ندر يتم تكريمهم أثناء عطائهم. نتمنى من وزارة الثقافة أن تهتم بهؤلاء، لأنه هم اللي سوف نستمد منهم الخبرة المطلوبة، إضافة إلى طبعا الشباب اللي لهم دور فاعل، ولكن يجب أن نستفيد من التهامات الثقافية. لدينا تهامات ثقافية رائعة جدا وتستطيع أن تقدم، وما زال في جعبتها الكثير من العطاء، ولكن للأسف لم يتم الاستفادة منهم إلا ما ندر. بالنسبة للمثقفين والمبدعين الشباب الذين لديهم إبداعات ولديهم ما يقدمونه في مجال الثقافة، هل هناك دعم لهم؟ نتحدث كذلك عن وضعهم، إذا تحدثنا من جانبين الوضع المادي والوضع المعنوي، كيف هو وضع هؤلاء المثقفين؟ فيما ندر الشاب المثقف أو الشابة لا يوجد لهم أي اهتمام صراحة، وهم أرى أنهم هم اللي بينتشروا الثقافة. أنا لاحظت في الفترة القليلة الماضية أعمال مدهجة من بعض الشباب والشابات المبدعين، أعمال رائعة جدا نراها بين حين وحين من بعض الشباب، سواء في الفن التشكيلي، في الغناء، في المسرح، أعمال رائعة جدا، بس لا يجدوا الاهتمام والاستقطاب. ممكن يكونوا في ظل وزارة الثقافة أو في ظل مكاتب الثقافة في المديريات إذا وجد دعم. نتمنى هذا. ما هي أبرز العقبات والصعوبات التي اعترضت أو لا تزال تعترض المشهد الثقافي؟ لدينا جميع المقومات للرقي بالنشاط الثقافي، ولكن للأسف أبرز الصعوبات التي تواجهنا ليس نحن الكل، هو الدعم المادي. أي نشاط في أي مجال يحتاج طبعاً إلى الدعم المادي لإظهاره، هو المشكلة الرئيسية. موجود النصوص، موجود الأعمال التشكيلية، موجود الأعمال الفنية، موجود الشعراء، الأدباء موجودين تواجههم، لكن حتى يظهر هذا لا توجد الموازنة التشغيلية لدعم هذه المناسبة. يقتصر على المناسبات الوطنية. يضاف إلى ذلك عندنا قصور في الاهتمام بالطفل. الطفل في حاجة ثقافة، سواء في المدارس في غير المدارس. تفتقر عدن لمكتبة للطفل، تخيلوا عدن اللي هي نهضة الثقافة تفتقر لمكتبة للطفل وهو الأساس. نتمنى من السلطة أن تقوم تعمل مكتبة للطفل. يعني إيش المشكلة لو عملوا مكتبة للطفل؟ هل لديكم خطط لتنشيط الثقافة والنهوض بها؟ كما أشرت في السابق، أنا أتمنى من كل قلبي أن يتم الدعوة للقاء موسع لجميع المثقفين في شتى المجالات، من المخضرمين ومن الشباب، إضافة إلى مدراء الإدارات، في بلورة ذلك اللقاء في صورة مستقبلية، خطة نعتبرها، سواء كان هذه القيادة الوزارة موجودة أو غير موجودة، توضع خطة على سنة، على 3 سنوات، 5 سنوات، توضع خطة تنتشر الثقافة على المدى البعيد. أتمنى من هذه نوعيات صدقينا سوف تساعد في انتشار الوضع الثقافي نوعا ما. نحن رفعنا من قبل وسنويا نرفع خطة مكتب الثقافة في التواي من عدة مجال، معانا ندوات أمسيات شعرية، معارض تشكيلية، ولكن نصطدم بعقبة الموازنة التشكيلية. معانا خطة للترويج المعالم الأثرية الموجودة. كان في السابق نقيم حفلات في ساحل جولدمور في الهواء الطلق، نقيم مسرح متنقل ونقيمه، انتهت هذه، لم نجد من يدعم نحن الآن فيها. معانا في منتزى نشوان ممكن نقيم، الآن نقيم أسبوعياً منتزى نشوان، يقيم أسبوعياً حفلات فنية. يعني هنا التواي نوعاً ما تمثل حالة أفضل، بحكم أنه السلطة المحلية هنا متجاوبة معنا ومبسطة الأمور لنا. مؤخراً برزت سلوكيات أستاذ رضوان نستطيع أن نقول أنها لا أخلاقية ولا تتواءم مع طبيعة هذا الشعب وطبيعة الشعب العدني بشكل عام،
في رأيكم هل غياب المشهد الثقافي أو قصور وتراجع الثقافة لها سبب في ظهور، يعني هي من أسباب ظهور هذه اللا أخلاقيات التي ظهرت؟ هذا سؤال مهم أشرت له. بالتأكيد الانعدام أو تمضح الثقافة تؤثر على المجتمع وبالذات في المدارس. طبعا أنا يعني أختلف من يقول ثقافة السلاح، السلاح ليست ثقافة، هي بلطجة، هي عشوائية، يجب أن نحاربها بالثقافة. متى ما وجدت الثقافة انتهت هذه السلبيات السلوكيات اللا أخلاقية الجديدة علينا وعلى مجتمعنا. يجب أن توضع برنامج للمدارس للطلبة وبالذات في المرحلة الأساسية، في هناك مواهب رائعة جدا في المدارس، شاركنا في أكثر من مرة في مدارس التعليم الأساسي وجدنا مواهب في الغناء، في الرياضة، في الرسم التشكيلي، الفن التشكيلي، في مواهب. لماذا لا تستطيع؟ لماذا لا أين حصت التربية الفنية في المدارس؟ كان في القديم كانت توجد حصة تربية فنية تظهر مواهبهم، لا يوجدها. فهنا يأتي الجانب العكسي سواء للطالب أو حتى الشاب في الشارع. لو استقطبناهم في عمل ثقافي، عمل فني، في ندوات، في أمسيات شعرية، صدقنا بيتجاوبوا وبيحضروا وبيكونوا مسرورين بهذه الأشياء. لكن نحن همشنا هذه كلها وكلها نرميها، نحن في فترة حرب، نحن في فترة اهتمام سياسي، نقل مرحلة، مش عارف إيش. طيب ما هو الجانب الثقافي مهم، هو العدو لهذه الثقافة السلبية، هو اللي سينتصر على هذه الثقافة السلبية. يعني ممكن حفلة بسيطة، أنت تلاحظي خبر جريمة قتل هنا أو بلطجة هنا تنتشر كالنار في الهشيم، ولا أحد مقابل لو حصلت حفلة هنا سوف تنسي هذه الأخبار، سوف يتم الاهتمام. يعني ممكن تري واحد عمل حادث في شارع، التواصل كله تنشر الخبر، ولكن لو واحد زرع زهرة أو نبتة ما حد بيتكلم. يقال بأن الثقافة هي من تضع وتحدد هوية البلد وهوية الشعب. اليوم ونحن نعاني من ضعف الثقافة وغيابها، هل ما هي الهوية التي تبقت للشعب اليمني والشعب العدني كذلك؟ لا يلغي دور الثقافة في الوطن بشكل عام وعدن بشكل خاص، تاريخنا طويل وممتد وإن شاء الله سيعود ممتد. هناك الثقافة ما زالت موجودة في تاريخها، في كوادرها، في شبابها، معانا الكثير الكثير، وما زال يوجد الكثير. لا نستطيع أن ننهي الثقافة، موجودة في أشياء عدة، هو فقط مرحلة نمر بها الآن ونتمنى أنها تزول بأسرع وقت، لأن إن طالت عانينا، ليس فقط نحن المثقفين بل الكل سوف يعاني. نتمنى أن تزول بسرعة، نتمنى من السلطة المحلية، من وزارة الثقافة، من مجلس الوزراء، الحكومة أن تولي اهتمام خاص للجانب الثقافي، للمشهد الثقافي في عموم الوطن وفي محافظة عدن بالخاص. يعني نجب أن يعني يوعوا أنه هي عامل مساعد للانتشال من هذا الوضع، انتشال من هذا الحرب. لماذا لا يتم الاستفادة من تجارب بلدان أخرى وتطبيقها مما يتواءم مع ثقافة اليمنية تطبيقها هنا في اليمن؟ للأسف هم استفادوا مننا أكثر من استفادنا، هم أخذوا مننا الزمن الجميل ونحن لم نستفيد من التطور اللي هات لهم. كما ناقشنا تهميش الثقافة، لم نستفيد. سبق وأخبرتك مهرجان الصهاري، مهرجان كان يكاد يكون على مستوى الجزيرة لو تم الاهتمام فيه وتنشيطه وتطويره. عندنا مهرجانات كبيرة كنا نتمنى أن يستفاد منها وتم تطويرها، ولكن للأسف للأسوأ. ذكرتم بأن لدينا ثقافة متجذرة في التاريخ، إلى أي مدى يمكن أن نعتمد على الاشترار الثقافي في ظل تراجع المشهد الثقافي في اليمن وفي عدن؟ كانت وستظل إن شاء الله حتى النهاية
لدينا كثير كما سبق وقلت لك كثير من المبدعين سواء من الجيل القديم أو الجيل الجديد، مبدعين قادرين أن ينتشلوا عدن وينتشل الوطن بشكل عام. هي مجرد مرحلة نعيشها، وأنا على يقين أن عدن في الأخير سوف تنتصر بثقافتها بفنها بتاريخها. هذا شيء مؤكد لا غبار عليه. نمر في مرحلة كبقية المحافظات، كالوطن بشكل عام يمر في مرحلة، لكن في الأخير ستظهر هذه. لن نتغنى على ماضينا دائما، الماضي رائع جدا سيظل رائعا، ولكن عندنا أمل بالله عز وجل ثم في الجيل هذا أن المستقبل سيكون برضو أفضل. ختاماً أستاذ رضوان علي بن علي المخاوي مدير مكتب الثقافة في مديرية التواهي محافظة عدن، شكراً جزيلاً لك على هذا اللقاء، ونرجو نحن أيضاً بدورنا أن يأتي يوم يرتفع فيه صوت الثقافة عن صوت على صوت الرصاصة وصوت الحرب، وشكراً جزيلاً لكم. شكراً لكم، شكراً لحضوركم وشرفنا، وشكراً لقناتكم الكريمة على إعطائنا هذه الفرصة. نتمنى أن نكون ضيوف خفيفين على المشاهدين الكرام. الحكايات ما بقي الإنسان وإبداعه وإصراره على تجاوز العديد من العراقيل والصعوبات، ومن هنا تخلق الحكايات والقصص. ككيان مستقل فرضتها الضرورة وعزز مكانته حيوية الدور الحقوقي، جاء تأسيس اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان بقرار جمهوري مسنوداً بقاعدة دولية. أنشئت اللجنة الوطنية المعنية بالتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وفق القرار 140 للعام 2012، وما تلاه من قرارات خولتها برصد تجاوزات الأطراف المتصارعة بدءاً من العام 2011. شكلت اللجنة الوطنية بناء على قرار يعني مجلس حقوق الإنسان لضرورة إنشاء اللجنة الوطنية لوجود انتهاكات عديدة كان يتطلب فيها وجود لجنة وطنية لرصاد الانتهاكات والتحقيق فيها. في 2015 وبعد ما حدث من أحداث في 2015 اضطرت الرئاسة بتسمية أعضاء اللجنة الوطنية، وهم 9 أعضاء من القضاء والمحامين والأكاديميين والمعنيين بالتحقيق بحقوق الإنسان. طبعاً ثلاثة القرار 140 ثلاثة عدة قرارات في تشكيل اللجنة وتغيير في بعض أعضائه. كانت عمل اللجنة، طبعاً اللجنة معنية بالرصد والتوثيق والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان ومن جميع الأطراف. اعتمدت على آلية دولية التزمت بالمعايير الدولية اللي هي الشفافية والوضوح والدقة والاستقلالية والحيادية في إطار عملها والموضوعية، تعمل بجانب مهني، تقف على مسافة متساوية من جميع أطراف النزاع. عبر شبكة راصدين ميدانيين في مختلف ربوع اليمن، تمارس اللجنة الوطنية نشاطها بصور متعددة لرصد وتوثيق الانتهاكات الإنسانية لضمان تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا وجبر الضرر الفردي والجماعي. كانت عدن نقطة انطلاق اللجنة الوطنية ومقرها الرئيس بأقسامه المختلفة وكوادرها ذات الكفاءة والاختصاص في المجال القانوني والحقوقي. منهجية عمل اللجنة الوطنية قائمة على معايير ومبادئ محلية ودولية، مرجعيتها التشريعات الوطنية والعهود والمواثيق الدولية المصادق عليها يمنية. مخرجات اللجنة الوطنية هي 7 تقارير عكست فيها نماذج من أعمال اللجنة
وحددت مسؤولية جميع الأطراف تجاه ما تم ارتكابه من انتهاكات من جميع محافظات الجمهورية. اللجنة الوطنية عندها طاقم من الراصدين بالغ 38 راصد وراصدة من جميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى راصدين متطوعين في بعض المناطق التي لم تستطع اللجنة الوصول إليها وهم من أبناء المحافظة، يعملوا على آلية وفق القانون الدولي الإنساني ووفق قانون حقوق الإنسان، يعملوا على رصد الانتهاكات وتوثيقه وعمل التقارير من المناطق التي تم فيها هذه الانتهاكات وبعدها رفعها إلى اللجنة الوطنية عبر الإيميلات، ويتم استخراج هذه العمل الذي يرسل من جميع المحافظات حفظاً على الراصدين، لأنه في مناطق أحياناً الغير محررة والذي هي تحت إشراف اللي هي جماعة الحوثي. تمكنت اللجنة الوطنية خلال فترة عملها من توثيق أكثر من 17,000 حالة انتهاك في مختلف المناطق، واستكملت إجراءات التحقيق في 3,000 ملف، وبصدد إحالتها إلى المحاكم المختصة للفصل فيها طبقاً للقوانين المحلية والتزامات اليمن الدولية. عبر فرق ميدانية وإدارات مختصة تستقبل اللجنة الوطنية الشكاوى، وبموجبها تباشر التحري وتتتبع الحقائق لكشف الانتهاكات عبر شبكة راصديها الموزعين على أطراف البلاد. استطاعت اللجنة الوطنية الوصول إلى مواقع الانتهاكات في المناطق المحررة ومناطق اشتداد الصراع وسط تهديدات ممتدة من المخاطر والظروف الأمنية المعقدة. يصعب على كثير من راصدينا في الميدان الوصول إلى كثير من المناطق، سيما في مناطق التماس بين الجهات المتصارعة في الجمهورية اليمنية. وكذلك ما أهم الصعوبات التي تواجهنا نحن في الأرشيف أنه تتأخر وصول الاستمارات، سيما من راصدينا في المتواجدين في مناطق الخاضعة لجماعة الحوثي، نتيجة دواعي أمنية وكذلك مضايقات وإلى آخره. وصلت اللجنة الوطنية إلى آلاف الضحايا وتوصلت إلى نتائج واقعية وانتهاكات جسيمة، وثقتها في تقارير متسلسلة عن مختلف الجرائم وحالات الوضع الإنساني المتردي. الجهود التي بذلتها اللجنة الوطنية في سبيل المحاسبة خلال الأعوام الماضية تبدو في نظر المراقبين غير كافية بالنظر لخطورة الانتهاكات اليومية المتزايدة في ظل توسع الصراع. على الصعيد الدولي تحتاج اللجنة إلى تعزيز ثقة المجتمع الدولي الذي يكاد يفقد ثقته بها مع تصاعد المطالبات في مجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب في اليمن. في كثير من المناطق التي ننزلها تكون قد زرعت فيها ألغام جماعة الحوثي، وهذا ما شاهدناه عند نزولنا إلى مريس، يعني بطريقة لا تتخيلها زراعة الألغام، وحصدت كثير من الأرواح، وهذا اللي نحن نتأمل إنه المجتمع الدولي أيوة يتفهم إنه جماعة الحوثي تتفرد بأنواع معينة من الانتهاكات لزراعة الألغام، حصدت أرواح بالإضافة تجنيد الأطفال يعني ما دون 15، وهذا مسألة يعني صعبة إنك تأخذ طفل وترميه للمحرقة، خاصة من كثير من المناطق اللي هي من دمار ومن صنعاء. يعني عند جلوسي مع كثير من الأطفال الذي تم إحضارهم وهم مصابين من الجبهة في مستشفيات عدن، مستشفى 22 مايو، في مستشفى الجمهورية، تبين أن هؤلاء الأطفال يتم أخذهم، البعض يؤخذ من الشوارع دون علم أهاليهم، والبعض الآخر نظراً لحاجة أسرهم الضعيفة يضطروا لأخذهم للجبهات،
ويردوا إلى أهاليهم جثث. هذا الشيء تعاني منه اللجنة الوطنية. كمان عدم تجاوب بعض الجهات مع اللجنة الوطنية وتسهيل النزول وتسهيل كثير من الأمور طلب اللجنة الوطنية. أنت اللجنة الوطنية لما تزور السجون وتلاقي هناك أنه السجين لا يتمتع بكل الحقوق، لا يجد مثلاً الحياة الكريمة داخل السجن من توفير مثلاً الغذاء، الملبس، الأدوية، الغذاء المرضى، السكر والضغط، هناك في قصور. كمان تعدد الأجهزة، أحيانا لجنة يعني يغلب عليها تتعامل مع إيش من جهة بالضبط. تكمن أهمية اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان باعتبارها آلية وطنية مستقلة وذاكرة عاكسة لآثار الأحداث وإرشيف حقوقي يحتفظ بتداعيات الصراع على مر الزمان. الخير يرى بأن المسرح وجد للتثقيف وإن أتى على هيئة الترفيه، ويبقى المسرح مهذبا للشعوب ونافذة لمساعدة الآخرين ومد يد العون لهم. لنتابع. حامد محمد جامع المعروف باسم حامد الخير، فنان متعدد المواهب ذاع صيته مؤخرا من خلال المسارح المفتوحة التي اعتاد عليها الجمهور العدني نهاية كل أسبوع كنشاط ترفيهي للأطفال ومتنفس للأسر والعائلات. بعد الحرب مباشرة كان افتتح مسرح مطاعم حمراء عدن، وكنت أنا واحد من الجمهور ومن الحضور، كنت أحضر دائماً لأصدقائي، فكنت أطلع دائماً أغني، أحب أن أنا أغني وأشارك معاهم من دون أي مقابل، كان كله تطوع في تطوع، لغاية ما أتعرفت طبعاً على الفنانين، وكانت عندي يعني معرفة سابقاً مع الفنانين، كانت يعني لي معرفة طيبة مع جميع الفنانين، وتوفقت يعني وعطونا الثقة أن أكون مدير مسرح في حمراء عدن. يميل حامد الخير إلى المسرحيات الهادفة والكوميدية منها على وجه الخصوص، ويؤكد على أهمية المسرح في إفراز الطاقات الإبداعية والواعدة وفتح آفاق جديدة للمواهب الشابة في ظل تراجع النشاط الفني والثقافي في البلد المنهك بالحرب. دائما أميل إلى الفقرات الفنية، بس مش بشكل مستمر، وإنما أحب التنوع، رقص الهيب هوب، البريك دانس، المسرحيات الكوميدية التي الهادفة طبعا، أنا ما أحبش أي مسرحية تكون مش هادفة وما لهاش أي معنى، أنا ما أحبش، يعني ممكن أنا أطلع فرقة حتى لو كانت جديدة عليا، أطلع على المسرح أشوف، يعني في البداية أكتشف هذه الموهبة، لقد يعني ما كنتش أعرفهم من قبل. أشوف أكتشف مواهبهم، سواء كانت يعني الموهبة عجبتنا، عفواً إذا كانت الموهبة عجبتنا والفرقة هذه عجبتنا في المسرح فيستمروا، لكن أنا دائماً أميل للمسرحيات الهادفة والكوميديا بنفس الوقت والدرامية والسينمائية على المسرح. أيضاً أميل لألعاب الخفة التي تبسط الناس، لأنه همي الأول والأخير هي سعادة الناس طبعاً في المسرح ومن الجمهور. أيضاً أحب المسابقات للأطفال، يعني دائما أنا أكثر وأكثف من المسابقات للأطفال، لأنه المسارح أساسا نحن نفتحها أساسا عشان العائلات. عرف بحامد الخير لاهتماماته الكثيرة بأعمال الخير وحرصه المتواصل على الأنشطة الثقافية، فهو يرى في المسرح شكلا من أشكال التعبير الثقافي وعاملا فعالا ومؤثرا في إعادة تشكيل الوعي وتوجيه النشء وتحقيق التكافل الاجتماعي. حامد الخير طبعاً أطلقوا على هذا الاسم من بعد
فقرة كانت خاصة في مسرح مطاعم حمراء عدن من سنين طويلة يعني. هي كانت عبارة عن فقرة أسئلة وجوائز. أسئلة وجوائز، والجوائز ما كانتش سهلة، جوائز ضخمة وعبارة عن كراسي للمعاقين وحفاظات لكبار السن، ويعني جوائز كبيرة. بس كنت دائماً أنا هدفي الأول والأخير إن أنا أسعد الأيتام والفقراء، وأشد الفقر يعني، أسألهم وأوقع أسئلتي لهم، وأسئلة بسيطة جداً. وكانت الجوائز هي عبارة عن مثل ما قلت لك، وأيضاً مبالغ مالية، فأطلقوا علي هذا الاسم حامد الخير بسبب هذه الفقرة الخيرية الذي كنت هدفي الأول والأخير إن أنا أسعد هؤلاء الناس. يشكو حامد الخير من ضعف الوعي المجتمعي بأهمية المسرح، حيث بات البعض لا يحترم مكانة المسرح وما يقدمه من رسائل هادفة للمجتمع والأسرة بشكل خاص، متجاهلين الهدف والغاية والأهمية لهذا الفن البالغ التأثير. نحن نفتح المسارح هذه علشان نسعد أهالينا، نسعد يعني العائلات يعني بعد الحرب، يعني ما فيش أماكن، ما فيش متنفسات، نحن نحتاج إلى متنفسات عديدة ليرتاحوا أهالينا. أنت الآن لما تجي يا شاب المسرح في عائلات، أنت تضيق على العائلات، تضيق على الأطفال، تضيق على البنات، تضيق، جيب عائلتك وأهلا وسهلا بك. لكن هذه أكثر شيء الآن، أكثر شيء أواجهه صعوبة يعني بسبب مضايقة الشباب للعائلات. يمضي حامد الخير بخطى ثابتة نحو المستقبل المنشود كما يقول، متفائلاً بغد أجمل له ولكل فنان طموح، ويتمنى على الجهات المعنية بالفن والثقافة الالتفات بصورة أكبر إلى الشباب الموهوب وتعهدهم بمزيد من الدعم والرعاية والاهتمام. أنا مستقبلي قدامي مثل ما قالت خالة أمل كعدن، حامد الخير ما فيش خوف عليا، لأن أنا شايف مستقبلي قدامي دائماً، ودائماً متفائل بالخير، لأنه الحمد لله بنيت نفسي بنفسي. أوجه رسالة لكل القيادات ولكل المسؤولين في البلاد وفي عدن خاصة، إنهم يلتفتوا لنا قليل، يلتفتوا للأشخاص اللي مثلنا، لأننا فعلاً نتعب وما فيش حد يعني عارف بتعبنا، يعني هم بتلاقيهم يحضروا لنا، قيادات يحضروا لنا، بس مش مقدرين تعبنا. يعني ممكن أنا الآن لما انطلعت أروح لعند أي مسؤول أو قيادي عندي حفل أو عندي أي شيء، ممكن بيدعمنا، بس بيدعمنا مش عشان حفل، بيدعمنا عشان اسمه يطلع. لا، التفتوا لنا من غير ما نجيلكم. أنا أوجه رسالة إنه أشتيهم التفتوا لنا من غير من يعني نطالبهم بمبالغ مالية علشان نعمل حفل سواء كان للأيتام. لا لا، أنا ضد هذا الشيء. أنا أشتيهم التفتوا لنا بنفوسهم من غير ما نحن نلجأ لهم. أنا أوجه هذه الرسالة لكل قيادات البلاد هذه عدن وكل المسؤولين، التفتوا للمبدعين وعملوا لنا حتى ملتقيات ويدعموا الشباب والمبدعين، لأنه هناك مبدعين كثير ما حدش داري بهم. إلى هنا مشاهدينا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، ألقاكم في الأسبوع المقبل على خير وفي أمان الله.